أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في الدفاع عن أمن الوطن وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه. ونوه سموه بما تتبناه وزارة الداخلية من برامج ومبادرات أسهمت في تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية. جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية بنادي ضباط الأمن العام. ولدى وصول سموه كان في الاستقبال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وهنأ سموه كافة منتسبي وزارة الداخلية بشهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعيده باليمن والبركات على وطننا العزيز، معربا سموه عن اعتزازه وتقديره لمعالي وزير الداخلية ولكافة منتسبي الوزارة على دورهم الكبير وجهودهم المخلصة والنبيلة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مستذكرا سموه التضحيات التي يقدمها رجال الأمن الأوفياء في سبيل الذود عن الوطن، داعيا الله العلي القدير أن يرحم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الوطن ومقدراته، وأن ينعم على مملكة البحرين بالخير والطمأنينة. وقد عبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله. وأكد معالي الوزير أن شرطة البحرين وهي على أعتاب الدخول إلى مئوية من الإخلاص والتضحية والفداء ماضية في بذل المزيد من العطاء والتفاني في أداء الواجب، حيث استطاعت أن تثبت قدرة متميزة في التعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، مشددا معاليه على أن رجال الأمن على أهبة الاستعداد وأعلى درجات الجاهزية والكفاءة لأداء الواجب في حفظ الأمن وإنفاذ القانون.